واحد بيقول عندي سؤال، هل يجوز ان يتزوج احد اخت امرأته بعد وفاة زوجته لانها في مرتبة اخته، وهل هذا له علاقة بما جاء في العهد القديم ان الاخ يتزوج امرأة اخيه بعد وفاة اخيه، علما بانه قد تم زواج حالتين اعرفهما جيدا، حيث تزوج الاخ اخت امرأته الاخ. شوف يا ابني، كون ان الواحد يتجوز اخت امرأته بعد وفاة زوجته محرم في الكتاب المقدس، وهذا التحريم موجود في سفر اللاويين الصح 18 وسفر اللاويين الصح 20، وموجود في قوانين الكنيسة وبخاصة قوانين القديس باسيليوس الكبير. اما حكاية ما جاء في العهد القديم ان الاخ يتزوج امرأة اخيه، الكلام ده موجود في سفر التثنية الصح 25، بيقول اذا اخ اتوفى ولم ينجب نسلا، يعني ما خلفش عيال، اخوه يتجوز مراته والابن البكر اللي يتولد منها يكون على اسم المتوفى، يعني ما يكونش ابن ليه هو، يكون على ابن الايه المتوفى. اذا الشرط ان هو ما يكونش الاخ اللي فات خلف عيال، يكون مات من غير عيال. وكان المقصود بكده ان تحفظ سلسلة الانساب ولا يضيع ميراثه في اسرائيل. واكبر دليل على كده ان السيد المسيح حينما عرض عليه هذا الامر من الصدوقيين في انجيل متى اصحاح 22، قالوا رجل اتجوز ومات ولم ينجب نسلا، فاخوه اخذ مراته فمات ولم ينجب نسلا، والثالث اخذه، والست خلصت على ايه؟ على ست اخوات. بيقولوا في السماء تكون لمين؟ اذا كان برضو واضح من هذا الكلام شرط انه لم ينجب نسلا. وتاني حاجة ان يحسب الابن البكر باسم اخيه. هل حاليا دلوقتي واحد يتجوز واحدة واللي يخلفه منها الابن البكر يسميه على ابن اخوه المتوفى؟ ده يبقى التزوير في اوراق الرسمية ويحاكم عليه. مش ممكن يقول ابن فلان المتوفى. السبب ملهوش وجود، وكل ده كان في حفظ الأنصبة بالنسبة لإسرائيل في العهد القديم، وحاليا ملهوش وجود في العهد الجديد. أما كون أنك أنت سمعت أن ناس اتجوزوا قبل كده، فلا يمنع لو حدث هذا أن يكون ده غلط. ولو انا اعرف الكاهن اللي جوزهم احكمه كنسيا، وتوقع عليه عقوبة تأدبه كويس.